نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق الصوفي الإيراني المعارض محمد ثلاث بعد اتهامه زورا بدهس 3 من عناصر الأمن أثناء احتجاجات الصوفيين في فبراير الماضي. قضية إعدام الصوفي كانت قد حظيت باهتمام دولي كبير، حيث طالب 97 نائبا في البرلمان الأوروبي بإلغاء حكم الإعدام، وكان ثلاث قد واجه أقصى ممارسات التعذيب المحظورة دوليا، كما قام المحققون التابعون للنظام بانتزاع اعترافات غير حقيقية منه ليقر أمام المحكمة بدهس غير متعمد لعدد من عناصر الشرطة الإيرانية، إلى أنه بعد انتهاء جلسات المحكمة نشر تسجيلا صوتيا أكد أنه لم يكن سائق الحافلة التي دهست عددا من عناصر الشرطة، لكن الاعتراف انتزع منه تحت التعذيب.